السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مجمع سياحي نصف السياح بلجيكيون وتولتهم هولنديون وسبعهم فرنسيون زائد ثلاثة إسبان كم هو عدد السياح هذا المجمع؟ إذا الذين في هذا المجمع السياحي نصف السياح بلجيكيون يعني الكسر الذي يمثل البلجيكيون هو واحد على اثنان وتولتهم هولنديون يعني واحد على ثلاثة من الهولنديين وسبعهم فرنسيون يعني واحد على سبعة فرنسيين زائد ثلاثة إسبان إذا بالنسبة نترك الإسبان نحسب الكسور التي تمثل السياح البلجيكيون والهولنديون والفرنسيون إذا بالنسبة للمقامات اثنان وثلاثة وسبعة نلاحظ أن المضاعف المشترك الاصغر لهذه الاعداد هو 42 يعني يمكن ان نكتب الكسور على شكل مقامات تساوي 42 إذا 2 في 21 42 ايضا اضرب البسط في 21 المقام 3 في 14 يساوي 42 ايضا اضرب البسط في 14 المقام سبعة أضربه في ستة أحصل على اثنان وأربعون، أيضا البسط أضربه في ستة. إذا سأحصل الآن على الكسر الذي يمثل السياح البلجيكيون والهولنديون والفرنسيون. لدينا نفس المقام واحد اثنان وأربعون. إذا المجموع هنا واحد وعشرون زائد أربعة عشر خمسة وثلاثون زائد ستة واحد وأربعون. إذا الكسر الذي يمثل البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين هو واحد وأربعون على اثنان وأربعون. إذا أضفنا الإسبان سيكون الكسر هو اثنان وأربعون على اثنان وأربعون واحد يعني إذا هذا الكسر يمثل جميع السياح أنقص نصف السياح الذين هم بلجيكيون وثلث الذين هم هولنديون والسبع الذي يمثل الفرنسيين قلنا هو, هو واحد وأربعون على اثنان وأربعون الآن سأحصل على الكسر الذي يمثل الإسبان لدينا نفس المقام الموحد إذا البسط ناقص البسط واحد إذا الإسبان يمثلون واحد على اثنين وأربعون الآن تناسبية إذا واحد على اثنين وأربعون الكسر الذي يمثل الإسبان وقلنا في قلنا في التمرين أن الإسبان ثلاثة عندما قلنا زائد ثلاثة إسبان إذا الكسر واحد على اثنين وأربعون يمثل ثلاثة إسبان في حين واحد وأربعون على 42 وأربعون قلنا هو الكسر الذي يمثل نصف السياح البلجيكيين والثلث الهولنديين والسبوع الفرنسيين إذا أضرب ثلاثة في هذا الكسر وأقسم على الكسر واحد على 42 وأربعون فأجد عدد البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين يعني ثلاثة في واحد وأربعون على 42 وأربعون يعني هذه الخانة في هذه الخانة وأقسم على الخانة المقابلة أقسم على واحد على اثنان وأربعون إذن الكتابة يمكن كتابتها أيضا هكذا ثلاثة في واحد وأربعون على اثنان وأربعون الكل إذا عوض القسمة الضرب ولكن أقلب هذا العدد يصير اثنان وأربعون على واحد يعني اثنان وأربعون الآن لدي فقط الضرب والقسمة يمكن أن أشطب اثنان وأربعون اثنان وأربعون لأن اثنان وأربعون على اثنان وأربعون هي واحد فبقي ثلاثة في واحد وأربعون تساوي مئة وثلاثة وعشرون إذن عدد السياح البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين هو مئة وثلاثة وعشرون مئة وثلاثة وعشرون إذا أضفت إليها ثلاثة إسبانيين فيصير عدد السياح في المجمع هو مئة وستة وعشرون سائحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته